نفس منطقة المستراح اللي هو المسجد اللي قبل المستراح اسمه ايش؟ الدرع. مسجد الدرع هذا المساجد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسجد المصلى اللي هو الغمامة، وهذا مسجد سيدنا أبو بكر، هذا مسجد سيدنا علي، وفي الداخل حاجة عشان نعرفها احنا بالذات أهل المدينة. في المدينة في أشياء تعود إلى العهد المملوكي، وفي أشياء إني أنظر للمسجد أعرف أنه مملوكي أو عثماني. طبعا المماليك برضه هم أتراك لكن قبل العهد إيش؟ العثماني. في أحد المسجد النبوي، وخليكم عكس قبلة، حتشوفوا القبة المنارة الرئيسية ومنارة باب السلام. جميل؟ نفس الحكاية. هم الأتراك إيش يقولوا؟ منائرنا سهامنا، زي شكل السهم صح؟ كل سلطان له ختم معين، فالكتابة حقة السلطان هذه كده داخلة في بعض يسموها طغرة. في المسجد النبوي في عدة طغرات، المسجد ثنية الوداع أو الثنية ثنية الوداع أو النشيد طلع البدر علينا إنه كان متى 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 قيل؟ صحيح. الصحابة استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، الوداع الشمالية، لكن في حدث النبي عليه الصلاة والسلام جاء هنا ونصب خيمته ستة أيام. طبعا ستة أيام بيصلي خمسة، كنت الآن فوق أو على سبع المساجد. إذا كنتم طالعين على القبلتين على يدكم اليسار تيجي شارع جديد صح؟ كان واحد فيهم رامي فقال له رسول الله بدأ يفرز، يعني أنا رامي يا رسول الله وأعرف أرمي وأصيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج واحد زي ذا في الحرب. المسجد الأول المسجد النبوي، ومسجد قباء، ومسجد القبلتين اللي هو أساسا اسمه مسجد بني سلمة، ومسجد بني ثابت. وقت الصلاة جاهم الأمر بتحويل القبلة، فتحول من بيت المقدس إلى بيت الأهرام بمكة. فهذه الأربعة، لكن جميع بيت المقدس فجميعها صلوا بقبلتين، لكن هذه الأربعة في وقت الصلاة. ف قباء جاءهم الأمر في صلاة الفجر. بني حبذة من الأوس، وبني سلمة اللي هم القبلتين من الخزرج، موجود إلى الآن في جحشبة. هذه المنطقة في العهد النبوي كانت لبني جحشبة من الأوس، أبناء عموما لعمرو بن عوف. يطلعوا كلهم حتى تحتر الشمس فيرجعوا للمدينة. تمام؟ حتى أتى اليوم الموعود وكان الركب النبوي، لكن الصحابة مشوا، فكان واحد من يوم ذلك شرح صحيح البخاري. الروضة وما فيها من علامات ومعالم طويل الشرح فيها، فيعني ما أريد يعني لو دخلنا أتوقع أنا أستاذ عبد الرحمن واجبنا أقل واجب. وفي الختام الحمد لله، أسأل الله أن يوفق ويتقبل يا رب يا كريم من هذه المحاضرة بنادي الشركة السعودية للكهرباء بالمدينة المنورة.